لدفع فواتير الهاتف الثابت أو تعبئة رصيد الإنترنت، مع الزبون إلى التوجه نحو موقع اتصالات الجزائر واللي هو www.algeritelecom.dz. وبعد ما يدخل الموقع يتوجه نحو إسباس كليون أو فضاء الزبون، يضغط عليه وهنا يختار Payment et Rechargement، يعني هذه هي المكان اللي نضغط عليه باش نتمكن من دفع الفواتير أو تعبئة رصيد الإنترنت. هنا عندي خيارين، يا إما ندفع عبر البطاقات والتيكي أو عبر البطاقات الإلكترونية. التيكي أو البطاقات بطاقة تعبئة متواجدة في وكالة اتصالات الجزائر أو عبر الوكلاء المعتمدين مثل ليكاماس وليبراليست، وإلا نقوم بدفع الفواتير وتعبئة الرصيد ببطاقات البطاقات البنكية، بطاقة الذهبية أو السيبي. نأخذ مثال للتعبئة عبر البطاقات تعبئة يدوم انترنت مثلا. إذا نقوم بإدخال رقم الهاتف ثم الرمز السري الموجود في هذه النافذة، نضغط هنا باش نتأكدوا، ثم ندخل رمز بطاقة التعبئة اللي موجود هنا والكود كابتشا اللي موجود في النافذة هذه، ونضغط على رشارجي بكل سهولة لتعبئة الرصيد. أما بالنسبة للدفع عبر البطاقات الإلكترونية، نختار مثلا إيدوم انترنت، ندخل رقم الهاتف، الرمز السري، ثم نضغط على التعبئة. إذن وبعدها نختار يعني الثمن اللي راح نعبئه في الحساب تاعنا، مثلا 1000 دينار، ونديروا الكود اللي راهو يبان لنا في النافذة هذه، نقبل شروط الاستخدام ونختار ما بين بطاقة سي بي وبطاقة الذهبية. هنا مثلا نختار بطاقة الذهبية، يتم توجيهنا مباشرة نحو موقع بريد الجزائر لنقوم بإدخال رقم البطاقة والرقم السري الموجود في ظهر البطاقة ليتم تعبئة الرصيد بكل سهولة عند الضغط على Validate.